جزاء، لان بجد ربنا كريم والماتش ده بتاعنا، المفروض ان هو بتاعنا من الاول. يمكن ما كناش على قد المستوى العالي قوي، ما قدمناش يعني ماتش زي الماتشات الثانيه، بس الحمد لله يعني احنا كنا احسن كتير ونستحق ان احنا نكسب الحمد لله. استاذ محمد، تقول ايه للاعبين النهارده والجهاز الفني بعد مجهود 120 دقيقه وتحقيق البطوله الغايبه عن النادي الاهلي بقى لها 10 سنوات؟ لا، رجاله 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 بجد، وربنا يكرمهم، فرحونا وفرحوا مصر كلها، ويا رب يكملوا على كده، واحنا مستنيين منهم بطوله افريقيا، وبنقول لهم شد حيلكم عشان ان شاء الله ربنا كريم وبرده هيكرمنا ببطوله افريقيا ان شاء الله. استاذ محمد، بنشكر حضرتك، ودايما يا رب نفضل متجمعين على بطولات وانجازات النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، متشكر جدا.